طبعا قبيلة شمر هي قبيلة اجتماعية بامتياز، فمناسبة العرس تكون هناك اجتماع يعني معارف القبيلة بشكل كبير جدا، يعني تصل إلى مئات الرجال الذين يحضرون هناك. على الأكثر تخلل هذه الاجتماعات قصائد شعرية، دحة، فنون البادية، دحة والهوسة والسامري، هذه تقريبا أغلب الطقوس اللي تتم عراس شمر. القهوة، هذه الضيافة اللي دائما هي تعتز بها قبيلة شمر. لحد الآن محافظين الحمد لله على كل العادات المتواجدة رغم اختلاف البيئة، ولكن الحمد لله محافظين من حيث الزي ومن حيث وجبات الغداء، تكون العراس دائما يكون غداء، كذلك الدحة والهوسة، والحمد لله يعني حد الآن محافظين على العادات. شرف بحضوركم اليوم زفاف فايز الحماد اللي هو ولدي، والحقيقة احنا فرحانين اليوم كأي فرد يفرح بزواج ابنه تخرجه من الجامعة، هذا منية أي شخص، فحنا هم من خلال هالمناسبة هذه نود أن نوجه العالم، نقول أنه الدراسة أفضل من الزواج، بس لما تكون اثنين سوا تكون الشغلة أفضل. ونرحب بكم وحياكم الله. حقيقة حنا عاداتنا وتقاليدنا هنا شمر الغداء والغدات العادات القديمة، يعني ما تغيرنا بشيء يعني. Hey!
Yeah.